طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي لغات، بنجدد اللقاء وأهلا بيكم طلابي الأعزاء. طيب اليوم النهاردة بنتكلم على فاينل ريفيجن. فاينل ريفيجن مختلف تماما عن كل فاينل احنا بنتعامل معاه. ليه؟ كنا دايما الفاينل بتاعي بيتقسم دايما الجبرا وبعدين جيومتري، وبنمسك الالجبرا ونتطرق لكل اشكال الاكسرسايز بتاعتي ونحل اكزام ان 2 ان 3. لكن النهارده الشغل بتاعنا مختلف، الاكزام بتاعي كله عباره عن تشوز. طيب طبعا تشوز، يبقى احنا بنتطرق للاسئله اللي ايه ممكن تيجي لي تشوز. الوقت معانا ضيق، لذلك احنا بسرعه هنشوف الاسئله اللي ممكن ان هي تيجي وما شابهها. تعال معايا نشوف هنعمل ايه النهارده وهنعمل ريفيجن ازاي، اتمنى انها تفيدكم. يلا بينا احبائي. بنقول ذا الجبريك تيرم. طيب هنا طالما كلمه الجبريك تيرم يبقى انا هتسال في حاجه من الاثنين، تمام؟ اما هيسالني الكوفيشن بتاعي ايه، واما يسالني الديجري بتاعي ايه، تمام؟ يبقى انا عندي الكوفيشن هو ايه؟ هو النمبر اللي موجود قدام مين؟ قدام السمبل. والنمبر عندي باخده بالساين، يعني لو هو نيجاتيف يبقى نيجاتيف، لو هو بوزيتيف يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف. يبقى انا عندي لو سالني على الكوفيشن انا بختار الايه النمبر اللي هو ايه؟ اوبوزيت للسمبلز، تمام؟ طب لو سالني على الديجري زي الاكسرسايز اللي قدامي انا بعمل ايه؟ انا بشوف الديجري اللي عندي مع مين؟ مع السمبلز. يعني عندي ديجري اوف اكس ايكوال 1، مش معنى ان هي مش مكتوبه ان ما فيش، لا، طالما مش مكتوبه يبقى اتس ديجري ايه؟ 1. اند عندي ذا ديجري اوف واي ايكوال 2، يبقى انا بعمل سم للديجري، يبقى انا عندي 1 بلس 2 ايكوال كام؟ 3. يبقى انا عندي الالجبريك تيرم دوت من الديجري ايه؟ اتس ثيرد. انتبه تماما ان هو لما سالك على الديجري انت عملت ايه، لكن لو سالك على الكوفيشن انت هتعمل ايه. في الاكسرسايز اللي قدامي لو سالني على الكوفيشن هيبقى ايكوال ايه؟ 5. لو سالني على الديجري اتس ايه؟ ثيرد ديجري، تمام؟ يبقى انا خدت الجزئيه بتاعتي. وطبعا كل حاجه وليها الايه النيم بتاعها. يبقى انا عندي هنا يا احبائي لو جاني اكسبريشن، طب لو عندي اكسبريشن يميس وعايز اجيب الديجري بتاعه، الاكسبريشن بتاعي متكون من ايه؟ من سم ايه؟ من سم الجبريك تيرم، يعني موجود فيه مجموعه اجزاء، كل جزء هتجيب لي منه الديجري بتاعه، وهندي للاكسبريشن ده اعلى ديجري ايه وصلت له، تمام؟ يبقى انا كده ناقشنا الجزء ديت سريعا. يلا بينا نشوف هنكمل ازاي. طبعا قلنا ثيرد، وهنا هنقول طبعا اكس بلس 4 اوفر اكس ماينس 2 ايكوال 0. واحبابي اللي متابعيني طول الترم هنقول الاكس، برافو عليك، هبص على النمبر اللي في الفيرست ايه نمبر اللي هو ايه؟ الفور. وهقول لك طالما الفور بالبوزيتيف يبقى اكيد الاكس لازم تيجي بالانفرس بتاعها، يبقى انا اكيد الاكس ايكوال ايه؟ نيجاتيف 4. طب من هنا وانا واقفه هقول لك لو هو نفس الريشيو بتاعتك ديت لكن بيلونج للايه؟ راشونال نمبر، يبقى انت هتاخد الاكس عندك ايكوال ايه؟ ويلا بينا بسرعه نشوفها عشان نبقى شفنا الجزئيتين. هاخد ذا سيم ريشيو، مش هغيرها. بنقول هنا اكس بلس 4 واكس ماينس 2 ايكوال 0. دي خلاص عرفنا ان الاكس بتاعتك doesn't equal مين؟ نيجاتيف 4. طب لو انا خدتها هي هيها وقلت اكس بلس 4 اكس ماينس 2، وقلنا انها belong لمين؟ للراشونال نمبر. طالما belong للراشونال نمبر يبقى انا عندي هقول ان الاكس doesn't equal، لازم الجزئيه عندك السكند نمبر ده doesn't equal كام؟ 0 كله. يبقى انا هنا لازم الايكوال عندي تبقى انفرس مين؟ ليه النمبر اللي معاها اللي هو نيجاتيف 2 او ماينس 2. يبقى فورا هنقول ايه؟ 2. يبقى انا عندي اما ان انا اشوف الصوره دي واما ان انا اشوف الصوره دي، والاثنين بالنسبه لك يعني ايه يعتبروا في صوره يعني سهله، تمام؟ يبقى احنا اتفقنا الزيرو يبقى انت هتتعامل مع الفيرست نمبر، وراشونال نمبر يبقى انت هتتعامل مع السكند ايه؟ نمبر. ويلا بينا نكمل. يبقى احنا كده هنشوف طبعا طلعت معايا النيجاتيف 4. ليه؟ علشان انا لازم يكون في الفيرست نمبر ايكوال 0. هاجي هنا هتكلم عن الكومبلمنتري والسبلمنتري. انا حطيت الكومبلمنتري وفي اخر الاكسرسايز حتى سبلمنتري، لو لحقنا الوقت هنحطها. عندي هنا لما نتكلم عن الكومبلمنتري فورا يجي على ذهنك اتس ايه؟ 90 ديجري. ليه؟ لان انا عندي 2 انجلز السم بتاعهم ايكوال 90 ديجري. عشان لما هما تو انجلز السم بتاعهم ايكوال 90 ديجري انا اديتهم دلوقتي اتس كولد ايه؟ بقول عليهم كومبلمنتري. طب اقف عندك عند الكومبلمنتري وتعالى نتكلم معاها
بصوره واضحه. يبقى انا عندي السم بتاعهم ايكوال 90. طيب لو انا عايزه اقول لك الاوتر سايدز بتوعها، لو انا بتكلم على التو انجلز دول اللي هي ادجسنت تو انجلز كومبلمنتري، طيب الاوتر سايدز بتوعها ايه؟ لازم يكونوا بيربنديكولار. يبقى الاوتر سايد بيبقوا ايه؟ بيربنديكولار. السم بتاعهم ايه؟ 90. طيب فاضل لي ان انا اعمل كونتراست كده لطيف. لو انا معايا انجل اكيوت، يبقى الاذر انجل بتاعتهم مين؟ هتبقى اكيوت. طب رايت تبقى زيرو، تمام. طب زيرو تبقى رايت. يبقى انا كده اتكلمت عن الكومبلمنتري كامله. طب لو مديني انجل كومبلمنتري وقال لي find the angle of complements 70 degree is، وعايز مني الميجر اوف ذا اذر انجل، يبقى انا فورا بشتغل وبقول 90 minus 70 equal 20، يبقى الاذر انجل بتاعتي equal كام؟ 20. يبقى انا كده خدت الكومبلمنتري كامله، ما سبتش فيها حاجه. زي ما احنا واقفين وهقول لك السبلمنتري، لان طبعا دي من الاجزاء اللي احنا هنتسال فيها. طيب السبلمنتري هنا نيس كلمة supplementary، يبقى أنا هتكلم عن إيه؟ عن 180 degree. 180 degree نيس، يبقى أنا لو إداني first angle وعايز second والfirst angle say 100، يبقى أنا عايز second angle هتيجي إزاي؟ اللي هي supplementary هتبقى 180 minus 100 equal هتديني 80 degree. طيب يفضل لي الأوتر سايدز. طب الأوتر سايدز بتاعتهم يا نيس؟ الاوتر سايز بتاعت التو ادجسنت انجل اللي هم سبلمنتري دول عباره عن ايه؟ اون ذا سيم ستريت لاين، لازم يكونوا الاثنين مع بعض بيكونوا لي ستريت ايه؟ لاين. يبقى انا شفت كده. طب فاضل يا ميس ما قلتليش لو انا عندي كونتراست بتوين اكيوت اند اذر انجل هتبقى شكلها ايه؟ هنا في الحاله دي لان ال 180 ديت ستريت لاين، يبقى انا هبتدي اتعامل معاها الاكيوت يبقى معاها مين؟ اوبتيوس، والرايت اند رايت، والستريت معاها مين؟ معاها زيرو. يبقى احنا كده اتكلمنا في كل الاجزاء اللي تخص مين؟ الكومبلمنتس والايه؟ والسبلمنتري. يلا بينا. هنا طبعا عرفنا يبقى الاكيوت معاها مين؟ معاها اكيوت. اعذرونا على السرعه، احنا بنحاول ان احنا نعرض قدر الامكان اكبر اسئله. هنا بنقول الريفلكس انجل، هنا الريفلكس احنا عارفين ان هي مور ذان وات؟ ايوه الريفلكس مور ذان 180 ديجري بات سمولر ذان 360، تمام. يبقى انا كده عرفت الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الريفلكس انجل. طيب لما يجي يتعامل بقى يديني انجل وعايز الريفلكس بتاعها، يبقى انا بتعامل دايما مع نمبر ثابت اللي هو مين؟ 360. يبقى 360 ماينس الانجل اللي معاك هتدي لك الريفلكس ايه بتاعتها. يبقى هقول 360 ماينس 130 هتديني 200 كام؟ 30. برافو عليكم. تابعني سريعا. اديتيف انفرس، واستنى معايا الاديتيف انفرس هنا. طالما قال الاديتيف انفرس يبقى لازم هعرض كمان المالتيبليكيتيف ايه؟ انفرس. طيب الاديتيف انفرس لو انا عندي بوزيتيف بيحوله لك لايه؟ نيجاتيف، ولو نيجاتيف يحوله لك لبوزيتيف. بس في الصوره الحقيقيه للنمبر، بص هنا معايا، هل دي الصوره الحقيقيه للنمبر بتاعي؟ لا، دي مش الصوره الحقيقيه بتاعته. هو بيقول لي باور 2. طب ما هي الباور 2 هنا بتحرك لي ساين وبتغير النمبر اصلا. يبقى انت بتاخد معايا النمبر اللي انت شايفه ده يا احبائي، اللي هو عندي نيجاتيف 1 اوفر 3 باور 2 كده، هناخده فورا واروح للاله بتاعتي واقول لها ايكوال، من فضلك اديني الصوره الحقيقيه ليه. هتقول لي الصوره الحقيقيه للنمبر ده ايكوال 1 اوفر 9. لا، امال النيجاتيف راحت فين؟ ما هي النيجاتيف عندي اني ساين نيجاتيف لو هي باور 2 فورا بتختفي وبتبقى ايه؟ بوزيتيف. ليه؟ لان نيجاتيف تايم نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. يبقى انا تحولت الصوره الجديده بتاعتي دي ل 1 اوفر ايه؟ 9. طالما 1 اوفر 9 يبقى انا عايزه الاوبوزيت بتاعها بقى. اوبوزيت ايه؟ اديتيف. يبقى انا الاوبوزيت لو هي بوزيتيف هوديها نيجاتيف، لو نيجاتيف هوديها ايه؟ برافو عليك بوزيتيف. هي طبعا هنا بوزيتيف، يبقى انا هختار مين؟ النيجاتيف بتاعتي لل1 اوفر ايه 9. وخد بالك من الحته دي كويس جدا، وهقف هنا عندك واقول لك طب لو هي مالتيبليكاتيف انفرس، هنتفق اتفاق، عايز مالتيبليكاتيف انفرس، عايز اديتيف انفرس، لازم نوصل للصوره الحقيقيه بتاعت النمبر بتاعي. هوصل للصوره الحقيقيه بتاعتي
هنا لو هي ادنج يبقى انا بستخدم الانفرس بتاع الاد اللي هو لو بوزيتيف يبقى نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوزيتيف. طب لو هي مالتيبليكاتيف نيجاتيف، هنا هوصل للصوره الحقيقيه الاول، وبعد ما اوصل للصوره الحقيقيه بتاعتي هبتدي اعمل لها ايه مالتيبليكاتيف انفرس، يعني السكند نمبر هيبقى فيرست والفيرست هيبقى سكند. طب والساين يا ميس مالكش دعوه بيها، انا ما بتكلمش عن الساين، الساين بتاعتي ثابته، لكن انا عندي الفراكشن بتاعي احنا هنقلبه. تمام، يبقى انا في الحاله ديت الفراكشن بتاعي لو طالب المالتيبليكاتيف انفرس هعمل ايه الفراكشن. طيب هنسال سؤال، هنقول يا ترى هو ذا نمبر hasn't multiplicative inverse، مين اللي ملهوش multiplicative inverse يا شباب؟ برافو عليكم، الزيرو، the number zero hasn't multiplicative inverse. تعال معايا، طيب الاديتيف انفرس يا شباب اللي هو ايكوال برضو ايه؟ زيرو، برافو عليكم. يلا بينا نشوف غيرها، وتلاحظ ان احنا كل معلومه بناخد المعلومه والشبيه ليها. هنا بقول لك تيك كير، ودي الحته اللي معظمكم بيغلط فيها وحطها مخصوص عشان مش عايزه اي حد من احبابي يغلط في حاجه. طيب احبابي لما يكون عندي تو براكتس بالمنظر دوت وانا عايزه اجيب التايم بتاعهم او مالتبلاي بتاع تو براكتس بعمل ايه؟ احنا بنقول الفيرست تايم الفيرست، امشي معايا خطوه خطوه، فيرست تايم الفيرست 1 تايم 3 3 اكس باي اكس ايكوال اكس باور 2. تمام، سكند نمبر اهي في الاخر نيجاتيف 1 تايم 2 بنيجاتيف 2 واي باي واي ايكوال واي باور 2. طب تعالى هنا مثلا عايزه بقى الميديان، انا عايزه الجزء اللي في النص، الجزء اللي في النص بقى تعالى مع بعض نعمله عشان يبقى واضح، لان دايما بيجي لك الجزئيه اللي مطلوبه هي جزئيه ايه؟ الميدل دي. وهقول لك هنا كنا بنقول اكس ماينس واي، وبنقول هنا 3 اكس بلس 2 واي. هاجي هنا عشان اجيب الجزء اللي في الميدل، فهاخد دول الميدل اهم القريبين مع بعض، وهاخد كمان البعاد ايه مع بعض. خلاص، يبقى انا هاخد هنا هقول نيجاتيف 1 تايم 3 بنيجاتيف 3 اكس واي، وهنا هقول 1 تايم 2 2 اكس واي، وهعمل لهم ادنج. يلا بينا هعمل ادنج 2 اد نيجاتيف 3 هيدي لي نيجاتيف 1. طب نيجاتيف 1 من نوع ايه يا شباب؟ اللي هي اكس واي. طبعا انا ما بكتبش ال1، يبقى دي ممكن اغير صورتها هتبقى نيجاتيف اكس واي. هنا لغايه هنا انا واثقه ان انتوا هتعرفوا تجيبوا القيمه ديت وتعرفوا توصلوا لها. طب استنى عندي، امال يا ميس انت خايفه علينا من ايه؟ انا خايفه عليك من نقطه، هو طالب الكي، يعني خد بالك الاكس موجوده والواي موجوده، يعني الاكس موجوده والواي موجوده، بس اللي فاضل ان انت تحط له الكي، ان الكي في الحاله دي ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. ولاحظ هنا في التشوز بتاعتك ايه؟ موجود عندي اول حاجه لو انت غلطت وما خدتش بالك وجريت بسرعه، انت عارف الايه؟ الريزلت اللي طلعت نيجاتيف اكس واي موجوده، اجري اختارها. غلط، استنى عندك، تريس بالراحه. يبقى احنا هنا دي الناتج اللي انت طلعت له، طب ما هي الاكس موجوده والواي موجوده، يبقى انت فاضل لك بس مين؟ النيجاتيف 1. يبقى هو عايز النمبر اللي معاك، مش عايز اكتر من كده. ودي الحته اللي احنا بنقول من فضلك على مهلك، ولازم تراجع عشان تعرف ايه اللي مطلوب منك بالظبط. بنقول هنا the sum of measure of commutative angles at a point equal، طبعا احنا كلنا عارفينها اللي هي بكام؟ 360، ودي احنا كلنا ايه متاكدين منها. هنا هاجي معاك واقول لك تعالى معايا بقى ناخد ايه كده، ايه ممكن يجي لي شكل ويقول لي الفيجر دوت عايز منك find the x. تعالى معايا نشوف find the x كده، وبص معايا احبابي، انا واضح عندي هنا ادي find the x، علشان اجيب الاكس ادي الاكس بتاعتي اللي انا عايزه اعمل لها فايند. تمام، وهلاحظ ان هنا في عندي الشكل ده اللي هو باول ما بشوفه على طول بعرف ان انا معايا ايه 90 ديجري. برافو عليكم. طيب انا عندي ده كده كده اهو، ده ستريت ايه؟ ستريت انجل. برافو عليكم. يبقى الستريت انجل عندي ايكوال وات؟ 180 ديجري. يبقى كل الانجلز دي كده السم بتاعها 180 ديجري. برافو عليكم احبابي، انا عارفه منها ال50 وعارفه منها ال90، يبقى فاضل لي الاكس، يبقى انا على طول هقول له measure of angle x equal 180 degree minus، ودايما كنت اقول لك minus الانجلز اللي انت شايفهم وعارفهم. طبعا دي انا شفت دي، لكن هو ما قالها ليش، انا شفت علامه ال90 degree اللي هي البربنديكولار،
اول ما بشوفها بعرف على طول ان دي ايه 90. وطالما ستريت لاين، احنا اتفقنا ان الستريت لاين عندي بتبقى ظاهره كده، اول ما اشوف ستريت لاين يبقى معاك ستريت انجل، يبقى معاك 180 ديجري. وهقول له 90 ديجري بلس ال 50 ديجري، طبعا احنا عارفين ايكوال، يبقى الميجر اوف انجل اكس ايكوال كام يا شباب؟ 40 ديجري. احسنتم، يبقى انا عندي هنا الاكس عندي 40 ديجري. ونشوف حاجه ثانيه، يلا بينا نستكمل، نروح للتشويس بتاعتي تاني. الكونجرنت، ماشي اتفقنا يا احبابي ان الكونجرنت هو بيطلع منين. الكونجرنت بتاعي بيجي من الايكوال، يعني انا لو لقيت انجل ايكوال انجل يبقى الانجل كونجرنت مين؟ للانجل. لاين سيجمنت ايكوال للاين سيجمنت، يبقى اللاين سيجمنت كونجرنت ايه؟ لللاين سيجمنت بتاعتي. طيب انا عندي هنا يا ترى ايه هي الحالات اللي ممكن اعمل فيها كونجرنت؟ في عندي 3 سايدز، تمام، 2 انجلز، برافو، اند ايه؟ ذا سايد، بس السايد يبقى جوين بتوين التو انجلز. طيب ذا ثيرد، عندي ايه؟ 2 سايدز اند انكلودد انجل، اللي هي الانجل اللي ايه؟ اللي ما بينهم، تمام كده. طيب سؤال مهم جدا، ممكن ان انا اعمل عندي كونجرنت بثري انجلز اونلي؟ لا ده ما ينفعش، يبقى دي الحاله الوحيده اللي ما تنفعش. طيب رايت انجل تريانجل، مجرد ان انت قلت لي رايت انجل تريانجل يبقى انا معايا كده في، انت اديتني سبب اللي هو مين؟ رايت، يبقى فاضل لي 2. التو دول ممكن يبقوا اني تو سايدز لمين؟ لرايت انجل تريانجل. يلا بينا نستكمل. وهنا بنقول لو عندي الاي بي سي كونجرنت للاكس واي زد، وتعالى معايا شوف انا هعمل ايه. عندي هنا بقول اي بي سي، ودي من اجمل الحاجات، كونجرنت. كونجرنت لمين يا احبابي؟ كونجرنت للاكس واي زد. هلاحظ هنا لو انا خدت الاي بي فيرست مع سكند يبقى ايكوال الاكس واي اللي هي فيرست مع ايه؟ مع سكند. لو انا خدت الاي سي اللي هي الفيرست مع الثيرد هتبقى ايكوال مين؟ للفيرست مع الثيرد. برافو عليك. ولو خدت الجزئيتين الباقيين اهم ايكوال. طب هو عايز مني هنا ايه؟ بيقول لي عايز الاي سي، يا ترى هي ايكوال مين؟ الفيرست مع الثيرد، يبقى هاخد الفيرست مع الثيرد، يبقى عندي اكس ايه؟ اكس زد. يبقى انا كده وصلت للقيمة اللي انا عايزها. وتعالى نشوف يا ترى موجودة ولا مش موجودة. طبعا موجودة، اخر واحدة عندي اللي هي اكس ايه؟ اكس زد. بيقول لي ستريت لاين انترسكت تو بارالل ستريت لاين. طيب حلو، يبقى انا عندي هنا وهنقف وهنتكلم كلمتين حلوين جدا جدا جدا. ايه هما بقى؟ انا عندي ستريت لاين، تمام، وجه عندي انترسكت لمين؟ تو بارالل ستريت لاين. حلو قوي. بيبقى عندي ايه؟ هتلاحظ ان عندي ثلاث جمل احنا عرفناهم كويس جدا. ايه هما يا ميس؟ هنقول اني تو الترنت انجلز ار ايكوال، برافو. اني تو كورسبوندنج انجلز ار ايكوال، برافو. اني تو انتيريور انجلز ان ذا سيم سايد فروم الانترسكت لاين ار ايكوال. امال ايه؟ طالما انتيريور انجلز ان ذا سيم سايد يبقى دول في الحاله دي سبلمنتري، يبقى في الحاله دي ايه؟ سبلمنتري. يبقى انا عندي هنا نعيد تاني الجزئيه، لو عندي اني تو الترنت انجلز ار ايكوال، اني تو كورسبوندنج انجلز ار ايكوال، اني تو انتيريور انجلز ان ذا سيم سايد فروم ذا ستريت اللي هو الانترسكت ار ايه؟ سبلمنتري. طيب واحنا واقفين كده هقول لك خد بالك في جمله كمان لازم تاخد بالك منها. لو انا عندي تو ستريت لاين والتو ستريت لاين انترسكت، طب دول بيطلعوا لي ايه؟ بيطلعوا لي ان تو فيرتيكال انجلز، اني تو فيرتيكال انجلز ار ايه؟ ار ايكوال، ايكوال ان ميجر. طبعا كده احنا اخدنا الجزئيه كامله. تعال نشوف هو اختار يسالك في ايه فيهم. بيقول لي هنا يبقى then any two alternate angles are، برافو عليك، دي اول واحده اتكلمنا عليها، يبقى alternate angles are ايه؟ equal، برافو، يبقى احنا هناخد الايكوال. وين نشوف غيرها؟ بنقول هنا انا وصلت بقى للسبلمنتري، بنقول هنا if a is supplementary لل b
والاي از اكيوت انجل، زين البي يا ترى بقى؟ احنا قلناها في الاول وقلنا لو معانا وقت هنرجع لها. طب هنعمل ايه؟ طالما سبلمنتري يبقى انا السبلمنتري عندي 180 ديجري، تمام؟ يبقى انا عندي لو في اكيوت يبقى ايوه الانجل الاذر انجل بتاعتها هتبقى ايه؟ اوبتيوس. طب نفتكر مع بعض كده، لو في عندي رايت يبقى الاذر انجل ايه؟ رايت، برافو عليه. طب انا لو عندي ستريت يبقى الاذر انجل بتاعتي ايه؟ زيرو. طب وانت واقف قبل ما تروحش في حته، استنى، طب الاوتر سايد بتاعتها هي ايه؟ ان ذا سيم ستريت لاين، برافو. يبقى انا عندي هنا شفت الجزئيه ديت، وتعالى معايا بقى نشوف شكل تاني ممكن نتعامل معاه، يلا بينا. وهنقول بص معايا كده، ادي بوينت وادي لاين اذر لاين، وتعالى نشوف هنشتغل هنا ايه. اول ما اعمل لك كده انت عرفت ان على طول هنا ايه؟ دي 90 ديجري، ولما احط لك هنا 180 ديجري، تمام؟ وهنا هحط لك 60 ديجري، واطلب منك الايه؟ الانجل. يبقى الانجل بتاعتك دي لو سميناها اكس، وهيبتدي يدي لك ايه؟ النمبرز اللي انت ممكن تاخد منها. هاخد بالي ان هنا دي بوينت، والاراوند اوف بوينت عندي هنا يا ترى الميجر بتاعتها قد ايه؟ هقول لك 360 ديجري، و 360 ديجري دي هلاقيها موجوده مع الصم كامل. طب انا هنا في عندي ايه؟ بص معايا، يبقى هقول عندي الميجر اوف انجل اكس ايكوال 360 ديجري، وقلت لك دي احنا بنتعامل منها معاها على طول. اول ما تلاقي بوينت والبوينت دي معاها كده سم ريس زي ما انت شايف، يبقى انا على طول بتعامل مع 300 كام؟ 60. 360 ماينس، وهقول 90 بلس 100 ديجري بلس 60 ايه؟ ديجري. وطبعا انت هتقدر ايه تطلع لي الميجر اوف انجل ايه؟ اكس. طيب لو احنا خدنا حاجه بصوره مختلفه، وتعالى معايا نشوف ايه هو الاختلاف اللي ممكن يجي لي. فهشوف عندي هنا لو انا عندي الرايت انجل تريانجل اللي هي بعتبرها كومبلمنتري، وهقول هنا ادي رايت انجل تريانجل بالمنظر ده، وهبتدي اقول لك ان هي رايت. خلاص الرسمه دي انت كده عرفت ان معايا ايه؟ 90. وتعالى نقول هنا 1 وهنا 2، وهعمل لك كده واقول لك هنا ادي 1 2 3، واقول لك هنا ان دي ايه؟ اكس. واضح كده يا شباب ان كلهم ايه؟ مع بعض ايكوال، تمام؟ يبقى انا خدت ال 90 وعملتها 3 انجلز ايه؟ ايكوال. طب انا عايزه ال 1 اكس اونلي، يبقى انا هعمل ايه في الحاله دي؟ يبقى ال 1 اكس اونلي هقول الاكس ايكوال ميجر اوف انجل اكس ايكوال 90 ديجري ديفايدد كام؟ ديفايدد 3، اللي هي هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا برافو عليك، اللي هي هتطلع معايا 30 ديجري. معنى كده ان هنا 30 ديجري والاذر 30 ديجري اند 30 ديجريز. يبقى احنا كده وصلنا للجزئيه دي. طب ايه تاني عايزين نعمل عليه ريفيجن قبل ما نروح في اي مكان؟ هقول لك خد بالك من الجزئيه اللي جايه. لو انا عملت لك كده، بص معايا، انتوا عرفتوا طبعا الشكل اللي احنا بنشتغل عليه، وادي 1 وادي 2، برافو عليكم. وهعمل علامه البارلل، احسنتوا، A B C D هنا X Y K. وهنا مجرد ان انا اقول لك ان هما كده بارلل، وهبتدي اعمل لك علامه الايكوال هنا، واقول ان هنا دول ايكوال، انت ما عدتش محتاج حتى تعرف النمبرز بتاعهم، لكن هقول لك ان الاي كي ايكوال، واقول لك ان الاي كي بتاعك ايكوال 12 سنتيمتر، وهقول لك فايند. طب يا فايند ايه يا ميس؟ انا عايزه مين؟ الاي واي. يلا بينا نشوف الاي واي هتعمل معايا ايه. طالما هنا بارلل وايكوال، يبقى الاذر سايد كمان ايكوال، يبقى انا كده عرفت ان دول كمان هنا الاي اكس ايكوال اكس واي ايكوال الواي ايه كي. طيب الاي واي اتس ايه
equal 12. يبقى انا عايزه هنا الاكس والاكس واي والواي كي. هجيب كل واحده فيهم ازاي؟ هقول ان الاي اكس ايكوال الاكس واي ايكوال الواي كي، كل ده ايكوال 12 ديفايدد كام؟ 3. طيب 12 ديفايدد 3 ايكوال كام؟ 4 سنتيمتر. طب انا مش عايزه الاي اكس، ده انا عايزه الاي واي. بص كده معايا اهي، احنا عايزين مين؟ الاي واي. طبعا انت مش محتاج ان انت تاخد ستيبس، لا انت هتقول لي بنمبر على طول. يبقى انا عندي هنا النمبر ايكوال، يبقى الاي واي ايكوال 4 بلس 4 ايكوال 8 سنتيمتر. طب لو انا جاي لي بقى التشويس بتاعتي، تفتكر هتبقى شكلها ايه؟ هيجيني التشويس بتاعتي اول حاجه هتجيني ان هو يعتمد على السرعه بتاعتك، ان انت بسرعه عرفت ان 12 ديفايدد 3 ايكوال 4، يبقى انت هتختار الفور ومش هتبص انا طالبه منك ايه. الحاله الثانيه ان انت تكون شغال وشغال بطريقه منتظمه وبتراجع كويس، يبقى انت هتعرف على طول ان 4 بلس 4 هتبقى ايكوال ايه؟ 8 سنتيمتر. طب الحاله الثانيه ان انت ما تكونش عارف المساله اصلا وتختار اي رقم، فهيبقى معاك مثلا 5 سنتيمتر، ومعايا هنا 12. لو انا قسمت 12 ديفايدد 2 هتبقى 6، ودي طبعا برضو اجابه ايه؟ خاطئه. يعني هنا انا بختار مين؟ ال 8 سنتيمتر. برافو عليك. طيب في الحاله دي يبقى انا كمان رجعت على الجزئيه ديت، وتعالى معايا نروح تاني نشوف جزئيه تانيه عايزين نراجع فيها ونقول تعالى معايا نشوف. لو طالب مني انجل وقال لي ان التو تريانجلز دول ار كونجرنت ومحتاج مني انجلز، واعتمد على ايه؟ هيديني هنا كده تو تريانجل كونجرنت زي ما انت شايف هنا، وهقول A B C D، وبالفعل هيقول لي هنا علشان اقدر انا استخدم الخاصية دي، فهيقول لي ان التريانجل A B D it's congruent لمين؟ للتريانجل بتاعي C B D. من هنا اقدر انا استخدم اي جزئية. طب هو عايز ايه؟ عايزين measure of angle B. تعال نشوف الميجر اوف انجل B هتيجي ازاي. هنا هيقول لي ان الميجر اوف انجل اي دي بي ايكوال 50، تمام، وهيقول لي الميجر اوف انجل اي ايكوال 100. طبعا طالما هو كونجرنت هقول لك هنا استناني بقى، طالما كونجرنت يبقى الاي ميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل سي، والميجر اوف انجل دي ايكوال الميجر اوف انجل دي، يعني اي دي بي ايكوال سي دي بي. من هنا هبتدي اقول طب انا محتاجة اعرف الميجر اوف انجل اي بي دي علشان ابقى عرفت كمان الميجر اوف انجل دي بي سي. طب هعرفها منين؟ احنا كلنا عارفين ان السام اوف ميجر اوف تريانجل ايكوال اي 180 ديجري. طب تعالى معايا نشوف. يبقى انا هنا عرفت ان ال 100 الميجر اوف انجل اي ايكوال 180 ديجري. ليه؟ لان هي ايكوال لمين؟ للسي. يبقى انا عندي كده هقول ميجر اوف انجل اي بي دي ايكوال 180 ديجري ماينس، وهقول هنا 180 ماينس، وهنا معايا ال 50 كمان، يبقى انا هنا احبابي معايا 38 ديجري. هل هي دي البي كامله؟ لا، ده انا جبت ايه؟ جزء من البي اللي هي فين؟ اي بي دي، يعني هنا كده معايا 30. يبقى الميجر اوف انجل بي، لان عندي دول ايكوال من الكونجرنت، هتبقى 30 بلس 30 ايكوال 60 ديجري. وطبعا عندي هنا لما اجي اشوف التشويز اللي ممكن انت تتعرض لها نفس الكلام، هيبتدي بال 30. لو انت جريت جبت البي ب 30 وما عملتليش ادنج للتو انجلز، وعندي ال هنا ال 60 اللي هي رايت ايه؟ رايت انسر. وبعد كده ممكن يقول لي 50 ديجري، وممكن يقول لي 100 ايه ديجري. احبابي اتمنى اكون افدتكم، واتمنى تكون الريفيجن بتاعتنا تكون انجزت. اتمنى افضل معاكم وقت اكتر من كده، لكن الوقت دايما ما بيسعفناش. احبائي الى ان القاكم دايما لكم مني اجمل المنى.
كان معكم إجلال واصف من مصر التعليمية، إلى اللقاء.